ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على جهاز فحص الكوفيد في المنزل. بيعتمد على ايه طريقة الفحص دي وايه هي مكوناته وازاي بيتعمل؟ ده اللي هتكلم عنه النهارده. اول حاجة اختبار الاجسام المضادة الخاصة بالكوفيد او الكورونا، هي تعتبر من الاختبارات السريعة للكوفيد 19، وهي طريقة سهلة جدا عشان نقدر نكشف بيها عن فيروس الكورونا، وهي يعني غالبا بتشبه اختبار الحمل، وبتعتمد الطريقة على اكتشاف الأجسام المضادة الفيروسية، وهو نوع من البروتين بيكون على سطح الفيروس وبيظهر لما يكون إيجابي. طبعا أحيانا بتكون النتيجة سلبية لأنه ما بيكونش الشخص ده مصاب، أو الكمية من الأجسام المضادة اللي ظهرت لنا كانت قليلة جدا لدرجة إن هي ما ظهرتش إن الشخص ده مصاب. طيب إيه هي مدى دقة اختبارات الأجسام المضادة؟ لو كنت مصابا بالكوفيد وإنت عايز تعرف فعلا إذا كنت مصاب بالمرض ولا لأ، فإن الاختبارات اللي هي السريعة تعتبر موثوقة تماما ومماثلة لاختبارات تفاعلات البوليميريز المتسلسل اللي بيتم عملها في المختبر. زي ما احنا شايفين كده، ده الشريط او جهاز فحص الكورونا في المنزل، ومعاه السواب اللي بندخلها في الانف، ومعانا المحلول بتاع الاختبار اللي بيتم ان احنا بنخلطه مع العينة اللي خدناها وبنتركها شوية، وبعد كده بنستخدمها على الشريط عشان للكشف عن وجود الأجسام المضادة لفيروس الكورونا. زي ما احنا شايفين كده الاختبار سهل جدا، ودي أجزاؤه. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندخل في الأنف جوه النيزل او الأنف اللي في الداخل، وبعد كده نعمل باتجاه عقارب وعكس عقارب الساعة كده عشان نقدر ناخد العينة، وبعد كده بنحطها في المحلول ونعمل لها ميكس كويس. بنعمل لها ميكس في اتجاه عقارب الساعة، وبعد كده بنسيب العينة شوية ان هي تتمزج ونبدأ نحطها على شريط الفحص. النتيجة بتكون إيجابية لما يكون خط السي والتي الاتنين موجودين، وبتبقى سلبي لما يكون خط السي بس اللي هو الكنترول هو اللي موجود.